للحديث عن استمرار تسجيل حرائق في العراق تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإحراق مستشفى ابن الخطيب، معنا هاتفيا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بكم. سيد أحمد الجميلي، هل تسمعنا؟ يبدو أن جدا بعيد للأسف، يعني ما أسمع السؤال إذا وجهت السؤال. نحن الآن نسمعك بوضوح. عام مضى على فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، ماذا يعني عدم الكشف عن الجناة أو محاسبة المقصرين حتى الآن؟ نعم، للأسف هذه دماء أخرى، دماء عراقية أخرى تذهب هدرا إلى جانب مئات الآلاف من دماء العراقيين التي ذهبت هدرا منذ أن حل البلاء على العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم. وبعد كل مصيبة وبعد كل كارثة إنسانية تجري في العراق تأتي الحكومات العراقية الهزيلة لكي تعلن عن إجراء لجان تحقيقية للكشف عن مسببات هذه الحرائق المشبوهة أو غيرها من الحوادث الأمنية التي تجري بشكل مستمر في العراق. وفي الحقيقة وكما تعلمون بأن عندما تعلن الحكومات السابقة والحكومات اللاحقة عن تشكيلها للجان تحقيقية فهو إعلان مبطن عن إخفاء الحقائق والتستر على الفاعلين والمقصرين الحقيقيين الذين يتسببون بهدر دماء العراقيين، إما بالتفجيرات أو بالحرائق المفتعلة أو بالحوادث الأخرى كما حصل في غرق عبارة الموصل وغيرها من الحوادث الأمنية التي لغاية هذه اللحظة لم تعلن الحكومات عن الجهة الفاعلة ولم تقدم أحداً لكي ينال جزاءه العادل أمام المحاكم. طيب، لكن كيف يمكن الحكومة أن تسوغ يعني هذه الحرائق التي تنشب في العراق وتؤدي إلى كوارث بشرية ومادية ثم تقيد أو تسجل ضد مجهول؟ في الحقيقة يعني أن تفتر الحكومات العراقية السابقة واللاحقة عن نتائج هذه الحوادث الأمنية الخطيرة ما هو إلا حماية لجهات سياسية متنفذة تسيطر على الوزارات العراقية وبضمنها وزارة الصحة. كما تعلم أن وزارة الصحة هي من حصة التيار الصدري، بينما جرى تقسيم وكلاء الوزارات إلى بقية الأحزاب المشاركة في السلطة. لذلك عندما تجري أو تجري كارثة إنسانية مثل الحرائق التي حدثت في المستشفيات العراقية وفي مستشفى الحجر الصحي الخاص بمرضى كورونا والذي راح ضحيته أكثر من 60 عراقيا، جرى التستر على إعلان نتائج هذه الجريمة الكبرى، لأن في الحقيقة هنالك جهات سياسية قد تتضرر من إعلان النتائج الحقيقية لهذه الكارثة، وبالتالي هو يعني تواطؤ واضح من قبل الحكومة الحالية مع جهات سياسية متنفذة. ما الهدف منه هذا التدبير لتلك الحرائق إذن؟ هنالك يعني عمليات تصفية حسابات وعداوات ومافيات تسيطر على هذه الوزارات وضمنها وزارة الصحة. فعندما يقوم طرف ما بافتعال حريق في إحدى المستشفيات، الهدف منه هو إسقاط الجهة السياسية المنافسة وإن كان على حساب الدم العراقي. وقبل أيام وكما تعلمون ربما أعلنت السلطات الأمنية العراقية عن اعتقالها لشخص كان يروم إحداث حريق في إحدى المستشفيات المحلية في بغداد، ومثل كل مرة جرى التستر عن من هي الجهة التي تقف وراء هذا الشخص وما هو الهدف من قيامه بافتعال حريق قد يذهب ضحيته مئات العراقيين والذين يتلقون العلاج في مستشفيات متهالكة أصلا وغير مهيئة
لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة. نعم، يعني المواطن يعني يريد تفعيل وإنهاء هذه حصول هذه الحرائق مستقبلا، ما الذي يمنع الحكومة من وضع خطة ورفع إجراءات سلامة ومكافحة الحرائق رغم كل الكوارث التي تضرب العراق، بدءا طبعا من حرائق المستشفيات وصولا إلى حرائق المحاصيل الزراعية أيضا؟ بالتأكيد يعني هو المحافظة السياسية التي أتت بأشخاص غير مؤهلين لإدارة هذه الوزارة الخطيرة والتي يعني ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن العراقي، كما أن الفساد ذلك البعبع الكبير الذي يسيطر على الحكومات السابقة واللاحقة والذي يعني امتص الموازنات التي وضعت لإدارة وتمشية حال هذه الوزارات وهذه الأموال ذهبت إلى جيوب الفاسدين ولم تذهب ل إنشاء مستشفيات تليق بالمواطن العراقي، كما أنه جرى إهمال مشاريع لإنشاء مستشفيات كبيرة كانت قيد الإنجاز منذ زمن حكم صدام حسين، وهي الآن للأسف أصبحت مرتع للكلاب السائبة ولم يتم إنجازها بالشكل الكامل. إذن من بغداد أحمد الجميلي الصحفي، شكرا جزيلا لك.